بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا وحياكم الله في فيديو جديد ويوم جديد. طبعا هنا كنت صاحية بدري وعلى طول سويت لي فطور. صايرة الفترة هذه أفطر صراحة، لأنه مثل ما تعرفون كنت أشرب مثلا مشروبات حارة الصباح، فكان يعني تعطيني فترة شبع وأهمل صراحة مرة وجبة الفطور. فالحين لا، خلاص صرت ألتزم بالفطور يوميا، أسوي اللي هو موجود عندي. وصفة فطوري اليوم سهلة مرة، حطيت بيض وحطيت عليه ملح وشوية فلفل أسود وبابريكا، وحطيت خبز تورتيلا بالمقلاية على رشة زيت زيتون. الطريقة جدا يعني سهلة، لكن حبيت أصورها معاكم. حطيتها في المقلاية وبعدين صبيت عليها اللي هو البيض اللي أنا سويته. وعادي بنات تقدرون تحطون عليها سبانخ، تقدرون تحطون عليها ماشروم، تقدرون تحطون عليها طماطم ميني، بس أنا كذا يعني كنت مستعجلة وحطيت أي شيء بس باكل وخلاص. المهم أني قدمتها مع شوية خضار، جرجير، خيار، اللي موجود عندي أقدمه معها. وطبعا كل صباح ضروري أني أشرب من العصير اللي أنا سويته معاكم بالفيديو السابق، اللي هو عصير الشمندر. مرة يا البنات يجنن وحلو للبشرة. بعدين صحينا، صحوا عيالي وقلت يلا لبنتي سوي فطور. قاعدة أعلمها على جهاز سلق البيض، صراحة مرة حلو وريحني صراحة من أنها تحوس على النار. تعرفون يعني خاف ينكب عليها الموية الحارة أو كذا، فهالطريقة مرة حلوة. طبعا أنا أخذته من موقع فيرست كراي، لكن للأسف إنه مو موجود الآن، مخلص الكمية عشان كذا ما نزلت لكم. إذا توفر إن شاء الله بيتواصلون معي وأخبركم. طبعا قبل أبدأ بموضوع اللي حابة أتكلم معاكم عنه، حابة أشكر كل واحدة تعلق، وحابة أشكر كل واحدة تقول لي أنا أحط لك يا أفين لايك قبل أشوف الفيديو، من ثقتي وحبي لك. فالله يسعدكم يا رب سعادة الدارين، بين أذان وإقامة الآن الله يا رب يرزقكم إن شاء الله من حيث لا تحتسبون. شكرا على كل هالثقة اللي أنتم تعطوني إياها، وشكرا على رسائلكم الحلوة، سواء توصلني بالتعليقات أو توصلني بسناب أو توصلني بالواتساب. والله العظيم يعني ما تتصورون إيش كثر أفرح وأقعد من كل قلبي أدعي لكم. ما أدري إيش أقول، لكن الله يوفقكم دنيا وآخرة ويسخر لكم من تحبون يا رب. طبعا نجي الموضوع اليوم وهو جدا مهم وحرصت عليه كثير، لأنه بنات يجوني يسألوني أفين كيف تنظمين يومك، أفين كيف أنا حافظ مثلا على طريقة تنظيمي في البيت، أنا مقصرة مثلا من ناحية العبادة، مثلا أنا مقصرة من ناحية عيالي. أمس لما نزلت القصة في المنتدى جات تعليقات صراحة كثيرة، وهالشي هذا ممكن مو بس فيكم أنتم، فينا كلنا. ولكن الإنسان يحاول يوعي نفسه كثير ويحاول قد ما يقدر أنه يجاهد نفسه مجاهدة على عدم التقصير. طبعا هي هذه مفكرة عندي، قبل أتكلم عن عجلة الحياة هذه مفكرة عندي أنصحكم كلكم فيها من جد يا بنات. المفكرات تنظم لكم أيامكم وحياتكم مرة 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 بشكل ما تتصورون. خليكم من كل الكلام اللي يقول لكم الكتابة وما أدري إيش، بالعكس حتى لو كنتي ربة بيت مو معناته إني ربة بيت معناته إني ما ألتزم في مهام، بالعكس. طبعا البيت هو أساس الإدارة وأساس النجاح كله، إذا نجحت الأم دائما عيالها يكونوا ناجحين، يكون زوج عندها زوج ناجح وهكذا. فضروري إن الوحدة تكون عندها إدارة ومعرفة تامة، والكتابة جدا جدا مهمة صراحة. راح تلاحظون في حياتكم، أنت الآن عشوائي يعني لما تفكرين بدون تنظيم تصير حياتك كلها ملخبطة، فضروري يكون عندك تنظيم، وضروري أنك تعرفين المهام اللي عندك. خلاص أنا اليوم عندي كذا، يعني لو تلاحظون مثلا الصلاة، نظام المدارس، تخيلوا كل شيء عشوائي. فالحياة بدون تنظيم ما تعتبر حياة. هذه مفكرة ميمة بلنر تجنن يا بنات. فيها تكتبون مثلا مهام الشهر اللي عندك، مثلا الشهر هذا شهر 2 أكتب المهام اللي راح أسويها خلال هالشهر. العناية أنا إيش حابة أعتني فيه، مثلا بشرتي، بشعري، بجسمي، بصحتي، بمثلا أحافظ على مشروب، مثلا هنا عادة سأستمر عليها. وجدا هالتمرين ممتاز ممتاز بشكل ما تتصورونه. مثلا أنا عصبية حابة أتابع نفسي خلال هاليوم، ويعني أحاول قد ما أقدر أني أشوف نفسي هل أنا فعلا مستمرة على الهدوء أو لا، أو لسه يعني مستمرة في العصبية.
نجي هنا التتبع الماء، أذكار الصباح المساء، عموما المفكرة جدا جميلة، كل يوم تكتبين فيها الأشياء اللي أنت راح تسوينها راح تساعدك على التنظيم، وراح تعرفين حياتك إيش هي عليه بالضبط. فحبيت أنزل المفكرة قبل عشان اللي حابة تبدأ، إحنا بدينا شهر واحد عندهم منزلين ترى مفكرات جديدة، مفكرة الهجرية، فمرة بطل. أنا حابة أخذ المفكرات هذه اللي بدون تاريخ عشان أكتب فيها الأشياء اللي مهمة. هنا مثلا نهاية الشهر تشوفين مصروفك، تشوفين فواتير، التزامات اللي عليك، هنا حاطيلك مساحة تكتبين أنت فيها اللي أنت حابة. فالمفكرة بنات بطلة بطلة بشكل ما تتصورون، في هجري عندهم، في ميلادي، فضروري تكون عندك مفكرة عشان تقدرين تنظمين يومك. إذا حابة تبدين معاي خطوة بخطوة، التمرين يساعدني أن يومي كله أن أيامي كلها تكون منظمة. شلون يأفين أني أحافظ على نظام بيتي، أقدر أوازن بين نفسي بين صحتي بين عنايتي بين رياضتي وهكذا. الحين راح أعطيكم بنات تمرين جدا ممتاز، التمرين هذا أنا حضرت في دورة ومرة كانت بطلة، فأي شيء أنا أستفيد منه بإذن الله راح يكون لكم مرجع وأنزله لكم في قناتي. طبعا الدفتر هذا أحب أكتب فيه دوراتي اللي أحضرها وأكتب اختصار الموضوع كله، فهنا كنت متكاتبة عن عجلة الحياة فحاولت أني أسترجع بعض المعلومات وأنزلها لكم. أول شيء بنات، طريقة عجلة الحياة جدا سهلة، تقدرون بحطها لكم صورة في المنتدى، اللي حابة تنزلها وتطبعها تكون لها جاهزة أفضل، أو اللي حابة ترسمها رسمة وتكتب عليها. طبعا هذه الدورات اللي أنا حضرتها، بعض الدورات لخصتها هنا عشان تكون مرجع، فهذه الطريقة مرة حلوة أنك تلخصين ويكون لك مرجع. أول شيء بنات جيبوا ورقة وقلم أو تطبعون الورقة اللي يقول لكم بنزلها لكم في المنتدى. التمرين هذا لمدة 10 أيام فقط، بعدين ترجعين مرة ثانية تسوينه. كل اللي عليكم تجيبون ورقة، إذا ما طبعتوا طبعا التمرين وهو الأفضل الطباعة، تجيبون ورقة وقلم وتجيبون دائرة، يا غطا كوب يا مثلا فرجار ترسمين عليه اللي أنتم حابين، وترسمون نفس كذا دائرة بالقلم. طبعا عجلة الحياة هي عبارة عن دائرة نقسمها لثمان أجزاء، كل جزء يمثل من محور من حياتك، تمام؟ المطلوب أنك تسمين كل محور، كل قسم، هنا حطيت إكس أول شيء، بعدين حطيت علامة الضرب عشان يتجزأ لي عندي ثمان أجزاء. طبعا كل جزء يكون محور، المحور هذا نسميه باسم، مثلا اللي أنا حابة أشوف حياتي كيف الأمور فيها، كيف التوازن فيها، أول شيء أكتب بالقسم الأول اللي هو المحور الأول، تكتبون مثلا الأسرة. مثلا المحور الثاني نكتب مثلا اللي هو الصحة، مثلا أمور دينية، وهكذا بالأشياء اللي أنتم حابين، علاقات اجتماعية، أشياء أنت حابة تطورينها بنفسك، أشياء نفسية اجتماعية عقلية، وهكذا تكتبون كل المحاور اللي أنتم حابينها وتبدون تتابعون أنفسكم فيها يوميا. يعني حطي الورقة هذه مثلا على ثلاجتك أو داخل المفكرة عندك، بس أهم شيء تكون مكان واضح مثلا بجنب الكومودينة عندك عشان تتابعينها كل يوم، ضروري يوميا تتابعينها لمدة 10 أيام وتشوفين. هنا أنا حطيت لكم بعض الأشياء، أعمال البيت، حطيت العناية، حطيت الصحة، الأسرة، أمور الدينية، مثلا أشوف هل أنا مقصرة مثلا اليوم، مثلا أديت الصلوات كاملة، طبعا هذا ما يحتاج فيها تمرين، لكن مثلا قراءة القرآن، أحرص مثلا على السنن الرواتب، وهكذا تتابعين نفسك كل يوم تلونينه الجزء. راح أوريكم الطريقة الثانية، ترسمون دائرة صغيرة وهو الأفضل بنات تطبعونه أفضل لكم بكثير، لكن أنا بما أني يعني الحمد لله موازنة بأمور كثيرة فعشان كذا ما أطبعها، إلا إذا حسيت أني أنا محتاجة لها تمرين مرة ثانية. حلو تسوونه كل فترة، يطور من أنفسكم بشيء كبير بشكل ما تتصورون. الغرض من هالتمرين بنات هو قياس مدى رضاك عن هذا المحور، يعني مثلا مع أسرتي أنا مقصرة مثلا بأمور الدينية، أشوف يعني مدى رضاي، هل أنا فعلا في توازن، أو مثلا أنا معطية حق مثلا بيتي ومعطية مثلا أسرتي حق أمور الدينية مقصرة فيها بكثير. فعشان كذا لازم يكون في موازنة بكل الأمور. ليش؟ إذا صار في موازنة وتوازن بكل العجلة راح تحصلين عن رضا تام في حياتك، وراح تعطين
كل شيء حقه، واللي ألقاه أنا في تقصير الآن أبدأ أشتغل على نفسي وأقوي في نفسي الضعف اللي موجود عندي. مثلا عندي ضعف في أمور الدينية، لازم أتابع العجلة وأبدأ أستمر أطور من نفسي. الحمد لله الشهر هذا 10 أيام هذه حصل عندي توازن في أمور الدينية، كنت مقصرة. مثلا أنا عندي تقصير في الأسرة، يعني مهملة مثلا أطفالي مثلا كل وقتهم على التلفزيون وهكذا. أحاول أطور من نفسي بأمور كثيرة، فعجلة الحياة جدا جدا ممتازة للي عنده تخبط في الحياة بشكل كبير. مثلا حابة تحطين الأمور النفسية وتتابعين نفسك، تقدرين تفصلين وترسمين دائرة ثانية وتكتبين عليها بعد أمور اجتماعية، مثل علاقتي مع عيالي، علاقتي مع زوجي، علاقتي مع أسرتي، أقاربي، مثلا أرحامي كلهم. يعني تحاولين قد ما تقدرين أنك توازنين وتقومين، لا تقولين أنا إنسانة ما أقدر على التوازن في هالأمور كلها. صدقيني ما في أحد مو بقادر، بالعكس إذا أنت نظمتي وقتك وسويتي لك جدول، أنا راح أبدأ معاكم سلسلة بإذن الله وأتكلم لكم عن مواضيع كل عن التنظيم وطريقة كيف تنظمين وقتك وطريقة تنظيمك في بيتك. طريقة طبعا العجلة هي وعي كامل بحياتنا وإيش الأشياء اللي نحتاج نشتغل ونركز عليها أكثر، يعني نعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في هالعجلة. فضروري بنات اللي تحس في حياتها مثل ما قلت لكم تخبط، ضروري إنها تسويها وتذكرني بدعوة. بإذن الواحد الأحد أنا راح أنزل معاكم سلسلة كاملة عن طريقة تنظيم الوقت، تنظيم البيت، تنظيم يعني أشياء كثيرة، وكيف مثلا أساعد عيالي على أنهم يساعدوني في التنظيم وهكذا. فبإذن الله راح أنزلها في القناة وتكون مرجع لكم. هذه أول شيء أنا نزلته بالسلسلة اللي هو عجلة الحياة. ليش أنا نزلت أول شيء عجلة الحياة؟ لأني حابة أنكم تبدون. كثير من البنات يقول أنا ما أحب أكتب، أنا ما أحب أسوي، أنا عندي لخبطة في حياتي. فهالعجلة بالبداية راح تساعدك وتعطيك تنظيم وطريقة الأشياء اللي أنت فعلا مقصرة من فيها وتحتاجين بنفسك أنك تطورين على وتشتغلين على نفسك أكثر. فلا يغرك أنت صغيرة أو كبيرة، راح تقدرين بإذن الواحد الأحد. كل اللي أبي منكم تدعون لي بدعوة صادقة وترسلون الفيديو للي تحسون أنها محتاجة أو أنها راح تستفيد من هالموضوع. فأهم شيء بنات لا يكون وقتكم كله فارغ على الحياة، الحياة عداد وينتهي، فاشتغلوا على أنفسكم وطوروا أنفسكم ولا يضيعون وقتكم أبد. الموقع راح أنزل لكم تحت ميم بلانر، والصورة العجلة راح أنزلها لكم في المنتدى. هنا كانت نهاية اليوم، حبيت أروق وسوي لي جو كذا روقان. كان عندنا شوكولاتة، شلون جت الفواكه مع شوكولاتة ما أدري، بس المهم أني حطيتها وجلست أروق عليها. ضروري نهاية اليوم إذا حسيت أنك أنجزتي ضروري تكافئين نفسك بعد ما ينامون عيالك، كذا تروقين على شيء يخليك تعدلين مزاجك وتتشجعين أكثر. فالتحفيز والمكافآت جدا محفزة على الإنجاز وعلى التطوير. هنا سويت لي شاي الفواكه، طبعا أنا شريته من تركيا، اللي ما عندها تقدر تسويه بنفسها، اللي هو عبارة عن كركديه، قشر برتقال مجفف، ورد طائفي، برضو الورد البري. تسوون ميكس وتحطونه عندكم بعلبة متى ما بغيتوا، تحطون كل ملعقة في كوب وتستخدمونه كمشروب. طبعا هو يسمونه شاي الريلاكس لأنه يهدي الأعصاب ومعطر للجسم، فمرة مرة يجنن صراحة. اللي حابة تسويه لا يفوتها، كتبت لكم المقادير وإن شاء الله ينفع فيه. أحبكم يا بنات وأحب أفيدكم بأي شيء وأي موضوع أني أحس أنه يفيد، لأني كنت مثلكم وكنت أبحث عن مواضيع وعن طاقة إيجابية، وإلى الآن أبحث عن هالشيء ذا. فحاول قد ما أقدر أني ألخص هالشيء هذا في قناتي وأنزل لكم بإذن الله أنه يفيد كثير، لأن إذا جتني منكم دعوة ما تتصورون إيش كثر تسعدني. وأحاول قد ما أقدر أني أسعدكم ويعني أنزل مواضيع أكثر وأكثر تكون مفيدة لكم. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة.
ولا تنسون بنات ترسلون هالمقطع لأي إنسان أنتم حابينها وحاسين أنها راح تستفيد من هالموضوع، لأنه مثل ما أنا قدمت لي فائدة فأنتم مأجورين بإذن الله أنكم تستفيدون منه وأنكم تفيدون غيركم. وبكذا نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فمان الله.